دير كو تمشيو عند اي واحد يقيس لكم في لي بي ويبدا يمسد لكم. الله يعطيكم الصحه. ما تاخذي الميناج تقمنا وهذا طبيعي تمسحوا بالفينات لا ماستيكاسيون لا بوسه تدي عطا الوليد ما تتنعطاني حاجه اخرى كو جو نو فو با يعني خصني نشوف لو كوتي بوزيتيف اللي عطاني سي ديرك. عيشه الزاوي صيدلانيه النساء اللي كيلتجؤوا للاطباء على الحمل ولا كيبغيو ما قدروش سبونتانيمون دونك كيمشيو لعند الاطباء، انا كنصحهم بان قبل وفي المده اللي يكون عندهم داك العلاج انهم يردوا البال للحوايج اللي كيستعملوها كل نهار. علاش؟ لان بحال دابا الماكله الغسل المواد ديال النيتواياج المواد اللي كنديروا لشعرنا الصباغه الشعر هذه كلها مواد فيها بزاف ديال المواد الكيماويه اللي كتضر بالصحه ديال الانسان وبالصحه ديال الجنين. دونك المرأة ملي كتلتجأ لها الطبيب باش تقدر صديق باش تحمل خصها تكون واعية بأن خصها توجد راسها باش داك الدواء ديال داك الطبيب ينفع وكيفاش كتوجد راسها أنها ما كتاكلش الماكلة بسكون أبل اندستريال اولترا ترانسفورمي عامرة بالملحة عامرة بليدام فيها لي كونسيرفاتور فيها لي كولوران فيها دوك اللي كيكونوا ايبيسيسون دوك هاد المواد كلها مضرة لأن إلا كلينا هي مباحة في لا كونتيتي اللي كتباع ولكن اللي كثرنا منها كذاك لو كومول كيضرنا في صحتنا ويضر داك الجنين ديالنا. بروفيسور عمر الصفريوي اخصائي في امراض النساء والتوليد وعلاج العقم. بيان سور ما يخصش التغاضي لان السن راه عنده تاثير اكثر منه بالنسبه للمراه وايضا بالنسبه للرجل كما وضحنا في بعض الابحاث اللي كنا بوبليي في دي جورنو سيانتيفيك مونديو حنا كمركز الانجاب انفا. الوقت راه ما تيسمحش واللي تنتمنوا افكتيفمون وهو الدوله تستجب المرتغى ديال هاد الازواج اللي هما تقريبا 850 الف ازواج هذا بتعني 1,700,000 مواطن ومواطنه مغربي تيعانيوا من هذا المشكل على الاقل تعاونهم بالادويه وهذا ربما جا الوقت لان 2020 ديجا اون اكوزي بوكو دو روتار بالنسبه غير للدول اللي مجاوره ولا عندها نفس او ربما اقل نسبه اقتصاديه استدير على موان دو مويان مثل تونس ولا مثل مصر ولا مثل الجزائر اللي تياخذوا بعين الاعتبار هذا لو ستريس وهذا المشكل اللي كيعانيوا منه الازواج الراغبين في الانجاب وشكرا.